خطوة جديدة يحققها الجيش الوطني في حربه ضد تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت، وهو ما قد يغير من سير العمليات العسكرية التي تستهدف التنظيم خاصة جنوب وشرق البلاد. عملية عسكرية مباغتة استهدفت تنظيم القاعدة في حضرموت الوادي، حيث التجمع الأكبر لهم منذ أن سيطروا على مناطق عدة في المحافظة في إبريل الماضي، إذ نفذت وحدات من قوات الجيش الوطني التابعة للمنطقة العسكرية الأولى عملية عسكرية واسعة، وسيطرت من خلالها على مخازن أسلحة تتبع التنظيم في وادي سر بحضرموت، ويعد هذا مؤشرا على استمرار الضربات المتلاحقة التي يتلقاها التنظيم هنا. هذه الصورة تظهر حجم الأسلحة المتنوعة التي كانت بحوزة التنظيم، وينفذ من خلالها عملياته ضد وحدات الجيش، ويهدد الأمن والاستقرار في حضرموت. بل إن معسكرا تدريبيا هو الآخر في ذات الوادي سيطرت عليه قوات الجيش بعد أن كان منطلقا لعمليات التنظيم في المحافظة وغيرها من المحافظات المجاورة. أسلحة مختلفة خزنها التنظيم في هذا الوادي أملا في توسيع عملياته في أكثر من محافظة، لكن العمليات التي استهدفتهم حالت دون ذلك، ما يثبت أن حربا حقيقية مستمرة ضد التنظيم. جاهزين الذي لم يسعفهم الوقت نظرا لمداهمة أبطال الجيش لوكرهم، لم يسعفهم الوقت.